The face of evil in the end is Yahya Sinwar. وجه الشر في النهاية هو يحيى السنوار، يقول عقيد بالجيش الإسرائيلي. وضعت إسرائيل السنوار على رأس قائمة المطلوبين لديها للتصفية في قطاع غزة، لكنه نجا من محاولات اغتيالاته المتكررة. ومن هنا أقول للعالم أجمع، ستيني أقمر ليله، قوي عنيد بدا، منضبط ذكي دهي قيل في حقه. على متكفى متوهبت ازو اخليت يحيى السنوار. الذي قرر تنفيذ الهجوم علينا هو يحيى السنوار زعيم حماس في قطاع غزة، فليعتبر هو والنظام بأكمله تحت قيادته أنفسهم أموات. مدبر عملية طوفان الأقصى التي كبدت إسرائيل خسائر فادحة خرج من سجونها عبر صفقة شاليط عام 2011، ممضيا أزيد من عقدين من شبابه أحسن تدبيرها. بن مخيم خان يونس للاجئين في غزة المقرب من محمد الضيف لم يكن من مؤسسي حماس، لكنه بصم في توجهاتها لسنوات. اقترح على الشيخ أحمد ياسين مؤسس الحركة تأسيس جهاز الأمن المسمى مجد، الذي عمل على القضاء على عملاء إسرائيل من الفلسطينيين. انتخب يحيى إبراهيم حسن السنوار الذي صنفته أمريكا إرهابياً رئيس للمكتب السياسي لحماس في قطاع غزة عام 2017، ومنذ ذاك عمل السنوار على ترميم علاقات الحركة الداخلية والخارجية. درس السنوار اللغة العربية في الجامعة الإسلامية بغزة وأتقن العبرية، فترجم وألف كتباً عدة من بينها الشباك بين الأشلاء. عرف السنوار بخطابه شديد اللهجة لإسرائيل، متحدياً إياها تارة بالتقاط صورة له جالساً على كرسي وسط أنقاض مكتبه الذي تعرض للقصف حياً يرزق، وتارة يجوب شوارع غزة بحرية عائداً إلى منزله. بدصورة ناصر أنا جاهز أقول لكم، بعد أن ينتهي هذا اللقاء جزء كبير من مشواري وأنا مروح سأقطع مشياً على الأقدام، ومع وقت يعني بنحكي عن 50-60 دقيقة، 3600 ثانية لديهم القدرة على أن يتخذوا القرار، ولديهم القدرة على أن يذكروا الطائرة ويخرجوها، ولن يرمش لي جفني. يتفضلوا كيدوني جميعا ثم لا تنظرون.